الانتخابات والبرلمانات التي نسمع بها، هل هي من الإسلام في شيء؟ وهل يجوز الاشتراك بها للمصلحة العامة؟ أرجو التوضيح حفظكم الله، وما هو منهج السلف في ذلك؟ آسف. ثلاثة، لماذا؟ هذا أمر قد انتهينا منه. الحمد لله اليمنيون قد انتهوا منه، وقد علم عندنا حتى العجائز أن هذا ليس من دين الإسلام، وأنتم في مدينة كذا وكذا ما قد عرفتم أن هذه الأمور نعم طاغوتية، تكلمنا عليها في القرآن الحزبية، وهو لا يذكر الآن في المشارعة أو في الظاهر أنه في جمع المعاني، لنا جمع المعاني نعم، وهكذا أيضا في تحذير ذوي الفلاح من طاغوتية الإصلاح في جمع المعاني أيضا، بقدر الحاد بالحاسد، وتكلمنا علينا أيضا في غارة الأشرطة في الرد على أهل الجهل والسقطة، وفي القول الأمين في فضائح المجذبين، نعم، وفي فضائح ونصائح. المهم هذه الأمور قد استرحنا منها، والله المستعان. ويا حبذا يا حبذا لو نعم يؤثر على تلك الكتب التي تكلمنا عليها، وللعادة تكون ثقيلة على الناس، كما قال الزهري إن إذا العادة الحديث أشد من نبل الصخر. نعم، فماذا الانتخابات والتصويتات ضاغوتية؟ لأنها وسيلة إلى الديمقراطية، والديمقراطية معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، هذا أمر آخر، تحاكم إلى الأكثرية. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى: فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا إله إلا الله يا إخواننا، ما أكثر تلبيسات الحزبيين، نعم لا يستحيون، لا يستحيون من أن يتضحوا ثم يعودون بأسلوب جديد. كيف ذاك؟ عبد المجيد الزنداني قيل له: يا عبد المجيد، في الانتخابات الأولى التي قبل هذه لعلها قدر 7 سنين ونحو ذلك، يا عبد المجيد ماذا عملتم في مجلس النواب؟ كان يريد أن يغير. صحيح مجلس النواب الآن لا يمشي على الكتاب والسنة، يريد أن يغير، فهل استطعتم يا عبد المجيد أن تغيروا شيئا؟ لا، بل أهلكتم أنفسكم. لماذا؟ لأنكم ما تدخلون إلى مجلس النواب إلا وأنتم مكتفون. قد وقعتم على أنفسكم على الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة، والاعتراف بقرارات مجلس الأمن،
والاعتراف باحترام الرأي والرأي الآخر. ولا تظن أنه لا تظن أنه يا إخواننا مثل اختلاف الفقهاء تحترم رأي العالم الفلاني ولو أن لك رأي يخالفه. احترام الرأي والرأي الآخر معناه أن الآية القرآنية مثل بول الخمار، معنى أن الآية القرآنية مثل أن الفتاة الضائعة المائعة خمار مع خمار ومشوه، آية ما أقوى من شوكه، صدوما أقوى من صوته. أي نعم، وإلا مغنيا مع مغنيا وذاتنا مع ذاتنا ومصور علام صاحب الفضيلة صاحب الفضيلة. أي نعم، صدوما أقوى من صوته. رب العزة يقول في كتابه الكريم: هذا من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. ثم بعد ذلك هذه الانتقادات هل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فقد اختلفوا في انسان بن زيد، ايكون عليا ام لا؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرى انه كثير من الامراء وأناس من الصحابة لا يرون ذلك، يقولون هو صغير السن وبالقوم أبو بكر وعمر. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نجري انتخابات، نجري انتخابات. فماذا يعرف عننا أمر آخر أيضا؟ هذه الانتخابات نعم مسيرة وليست بمغيرة. أمريكا هي التي وهكذا غير أمريكا من دول الكفر هم الذين يؤتون أموالا للانتخابات. أي نعم، وبعد ذلك يسيرون كما يريدون كما يريدون. وكما تريد امريكا دمر الله عليها، نسأل الله ان يبيض لها شعبا بطلا كما يسر للشيوعية الشعب الافغاني. الان من اجل ان يدمر امريكا كما دمرت الشيوعية، فلنسأل يا اخوان العوبة تلعب علينا امريكا وغيرها. ثم بعد ذلك ايضا هذه المجالس مكونه من مشايخ قبائل، بعضهم لا يدري من اين تبرد العنف، لا يدري من اين تبرد العنف. اي نعم، ومكونه من نسوه ومكون من مغنيين. اسم المغني العدن يا اخوان محمد مرشد ناجي، انتقل من مغني الى مشرع. نحن المشرعون، لا والله نحن المشرعون، انتم مجرمون مشرعون. لان رب العزه يقول في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مشرع ما لتشريع الكتاب والسنة، أنت فأنت مشرع ولا كلامك يساوي عندنا بطلة. أي نعم، ليش أنت مشرع؟ ما نرضى بكلام الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك إذا خالفوا الدليل. أئمة في غاية
من التقى والزهد والرفادة والعلم، ومع هذا لا نقبل كلامهم إذا قاله الدليل. ما ظنك بمغني؟ نعم، ماذا يا أخوان؟ ورداس وهكذا أيضا، بائعا مائعا. ورب العزة يقول لكتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى. ويقول أيضا بعد أن قالوا إنا الإناث لله ولهم المنطوق، تلك إذا جسمة بيضاء غير عادلة، هذه جسمة غير عادلة. فماذا يا إخوان؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكر: لا يذنب قوم ولوا أمرهم لله. أي نعم، أفشن لكم ولانتخاباتكم. امرأة تكون نائبة، ولها رأي وكلام في مجلس النواب، يا إخوان والله إن هذه ناظرة. الإيمان يمان يا أهل اليمن، يا أهل اليمن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ويقول: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: وفي نجدنا. قال: ثلاث مرات. قال: من الزلازل والفتن ومنه يخرج للشيطان واحد ما يعرف الا قطعا ويعني وصدقني، وعند الفلوس وعد الثمن الناس فلوس وما تدري، وقد اصبح عضو في مجلس النور، اصبح عضو في مجلس النور. كبهيمة عمياء قاد دمانا أعمى على عوج الطريق الجاهلي. الله الله معشر اليمنيين، الله الله في دينكم والتمسك بدينكم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى عليكم وخصكم بخصائص لا يشارككم بها أحد. قال مسلم في صحيحه عن سالم بن أبي الزهر عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لبعذر حوضي أدوس الناس بعصايا لأهل اليمن. إنما من فضل ربي استجابة لدعوة أهل السنة، استجابة وخيبة وخسارة لأصحاب الانتخابات. الشعب اليمني نحو 17 مليونا، والذي يدخل الانتخابات قدر 2 مليون أو كم يا إخوان؟ ها؟ نعم، الذي يدخل ولو نظرت إليهم لوجدتهم من أصحاب المادة، من أصحاب المادة ومن أصحاب الدنيا، ومن الذين قطع قلوبهم الجيش. اللهم ومن الذين قتلوا في المناصب. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظاهر من حديث كعب بن مالك او غيره، نعم، انه قال: نعم، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال، يعني في شان حب الشرف والمال، يقول انها ما يعني تبتم القلب او ما لي ثاني باريا. ذكرت الحديث
نادتان باريان في زريبة غنم فأهتد لها من حب الشرب والمال على دين الرجل المسلم. إذا نظرت إلى هؤلاء المساكين الذين يتقدمون إلى مجلس النواب تجد منهم من هو مفتون بالحصانة الدبلوماسية، ومنهم من هو مفتون بالسيارة، ومنهم من هو مفتون بالمرتب، ومنهم من هو مرتب مفتون بالزعامة إلى غير ذلك. ومنهم أناس أصحاب التخيلات وهوس، أصحاب تخيلات وهوس مع الذات، مع الذات يا إخواننا يظننا بينه وبين الرئاسة إلا أن يصل إلى مجلس النواب ويكون رئيسا، ما يدري أن دونها خرب البساط ودعوة الإخوان المخلصين من هذا، دعوتهم مبنية على الهوس وعلى التخيلات. نعم، وإلا بأي شيء حققوا للبلد منذ قامت دعوتهم، والله المستعان.